فمما لا شك فيه أن واقعنا في بلادنا السودان وكثير من بلاد المسلمين عامة أنهم يعيشون في ضائقات معيشية وقلة ذات يد وشدة المؤونة، ويعانون ما يعانون من المصائب والابتلاءات. فالحل والمخرج من ذلك كله هو الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، لقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعظم أسباب هذه المصائب، بل أعظمها على الإطلاق، هو فساد العقيدة ووجود الشرك بين أفراد هذه الأمة. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، لذلك يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض على الإطلاق، من أجله يهلك الله الأمم وينزع منهم البركة، البركة في أرزاقهم وفي أموالهم، والبركة في أقواتهم، والبركة في أوقاتهم، والبركة في أمنهم، لأنه لا أمن مع وجود الشرك، ولا خوف مع حصول التوحيد. قال الرب جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى عن الموحدين: وكيف تكون حياتهم وكيف يرزقهم الله تبارك وتعالى ويوسع عليهم من الأرزاق والأقوات والأموال، ولو أن أهل القرى آمنوا أي وحدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالهلاك أيها الإخوة لا يأتي هلاكا عاما وهلاكا عظيما كبيرا إلا بوجود الشرك، فيهلك الله المشركين. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ومعنى لما ظلموا يعني لما أشركوا،
لأن الله تعالى سمى الشرك في القرآن بالظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. أهلك الله القرون والأجيال والأمم فأجاعهم ولعنهم وأهلكهم. قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما أشركوا أهلكهم الله جل وعلا. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وكذلك نجزي القوم المجرمين. فكل مشرك مجرم، والمشركون هم الظالمون وهم المجرمون، وهم الذين يهلكهم الله تبارك وتعالى وينزع منهم البركة. فالشرك حصل بيننا، وبالذات في بلادنا هذه. منا من ادعى الربوبية والألوهية فقال: أجود على أم لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. جبريل، ميكال، إسراف، عزراء، جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. فادعى أنه هو الحق، أي أنه هو الله، كذب وخاب وخسر. لأن الله تعالى يقول: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا يدعي الألوهية، وآخر من الصوفية في هذه البلاد السودان يدعي أنه يعلم الغيب، يقول، بل يدعي أنه هو الذي على العرش، يقول: أنا الجليس على العرش المحيط به، كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمالاً. وإن لم يكن هذا هو الكفر الأكبر بعينه والإلحاد ذاته، فكيف يكون الكفر أم كيف يكون الإلحاد؟ يقول: أنا الجليس على العرش المحيط به، كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمالي. أبعد هذا تنزل البركة؟ أبعد هذا يوسع الله تبارك وتعالى لنا في الأرزاق؟ كلا والله، مهما خرج الناس في مظاهرات أو مسيرات، ومهما كسروا أو فجروا أو خربوا أو هتفوا، فإن الحال لن ينصلح أبداً طالما كان هذا حالنا. بل إن الذين يلحدون هذا الإلحاد ويقولون هذا الكفر البواح هم في نظر أغلب هذا المجتمع هم أهل الدين والصلاح، هم أهل التقوى، هم أهل البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام ما قاله حتى آل أبي لهب، ولا أبو لهب ولا آل أبي جهل ولا أبو جهل، قاله هؤلاء وهم في نظرنا أهل الدين والصلاح. فوالله إن أمورنا ومشاكلنا لن تحل بمظاهرة، ولو خرج جميع السودان أو خرج جميع المسلمين، حتى نوحد الله تبارك وتعالى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولا تسمع لهذه الشعارات التي ينادي بها رؤساء الأحزاب والجماعات، فهي شعارات بلهاء جوفاء صماء بكماء عمياء، تضر ولا تنفع أبداً. لأن رؤساء هؤلاء الأحزاب إما من هذه الجماعات
وهذه الطرق التي تنشر الشرك الصراح والكفر والبواح، وإما أنهم أصحاب علمنة أو أصحاب شيوعية أو أصحاب شيعة يريدون أن يصرفوا الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسمعهم، ولا أعني بهذا الكلام الشعب السوداني المسكين الذي نحسبهم من الطيبين، وإنما أعني المنظمين أصحاب الأحزاب ينادون في هذه التظاهرات بالحرية، حرية حرية. إذن المعركة ليست معركة دقيق، وإنما هي معركة حرية وتحرر من الدين الإسلامي. هذا ما يريدونه، وهذا ما كانوا ينادون به في الجامعات. عاشرناهم قرابة 18 عاماً فهم ينادون بالحرية، هؤلاء الأحزاب العلمانية. وماذا يعنون بالحرية؟ يعنون التحرر من القرآن، كما قال رئيس حزب الأمة القومي، قال إن في القرآن آيات في القرآن ينبغي أن تراجع لتأخذ المستجدات في الحسبان كآيات المواريث. يرى هذا الرئيس للحزب أن الله قد أخطأ في آيات في القرآن، فيجب على رئيس الحزب أن يراجع هذه الآيات التي أخطأ فيها الله في زعمه وافترائه الكاذب. فماذا يفعل هذا إذا حكم؟ وآخر من هذه الأحزاب سمعناه ورأيناه في الجامعات يقول الله ضابط في الجيش، فهل تنتظرون من هؤلاء الخبز أو الوقود أو السيولة؟ نحن لسنا مع هؤلاء ولا أولئك، نحن مع كتاب الله. فإذا رجع الناس إليه واستقاموا عليه ووحدوا الله تبارك وتعالى وتركوا عبادة الشيوخ وتعظيم القباب والتبرك بالقبور انصلحت أحوالهم جميعا، ولو بهذا أو بغيره انصلحت جميع الأحوال كما وعد الله تبارك وتعالى في كتابه. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وخليلك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلا خلاص لنا إلا بالتوحيد، مهما كثرت مواردنا أو تغير حكامنا ولو كانوا 100 حاكم، جاء الواحد تلو الآخر والواحد تلو الآخر وتلو الآخر، فإن الحال لن ينصلح، فإن الرزق ليس عند هؤلاء الحكام، وإنما الرزق عند الله، وإنما الرزق عند الله. وهؤلاء الحكام الذي يسخرهم والذي يبتلينا بهم هو الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، فإن استقمنا معه تبارك وتعالى استقامت جميع أحوالنا. هذا هو الحل الوحيد. أما هذه المظاهرات فوالله لن نجني منها إلا الخسارة
والدمار. اعتبروا بمن حولكم، اعتبروا بما سمي زورا وبهتانا وكذبا بالربيع العربي، وقد دعا إليه مشايخ الفتن وشيوخ الضلالة، دعوا إلى الخروج على الحكام المسلمين، فخرج الناس زرافات وجماعات، فماذا جنوا إلا الخسارة والخراب والدمار في كل تلك البلاد التي خرجوا فيها، والقتل وسيلان الدماء. حتى في سوريا محصلة القتلى، عدد القتلى في سوريا 2 مليون إنسان، 2 مليون قتلى، 2 مليون، غير الذين شردوا وغير الأطفال الذين يموتون يوما بالمئات من آثار الأمراض والأوبئة الفتاكة وشدة البرودة في تلك المخيمات التي لا تقي حرا ولا بردا ولا عدوا ولا ريحا، يموتون بالمئات بل بالآلاف، إضافة إلى النساء اللاتي اغتصبن في هذه الفتن، لأن الفتن إذا جاءت كانت كقطع الليل المظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلا تنخدعوا بتلك الشعارات التي يرفعها رؤساء الأحزاب والتي يرفعها شيوخ الفتنة الذين أرادوا أن يدمروا هذه الأمة، وقد دسهم في هذه الأمة أعداء هذه الملة. فاعتبروا أيها المسلمون، الإصلاح بالرجوع إلى القرآن والسنة، الرزق الحلال بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك الذي وقع في هذه البلاد. قباب، كم قبة تعبد في هذه البلاد؟ كم قبة؟ ذاك من القباب، حتى التراب، حتى الطين، الطين يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر، طينة وضى الطريفي في المناجم، طينة، قالوا الطينة دي بتداوي من سائر الأمراض وتشفي من داء السعر، لحد ما الحيران الآن بيجيبوها من المناجم اللي بيوعوها في سوق ليبيا، طينة، طينة تصدر، طين وعفن. هذا هو الحاصل يا ناس، أناس يعتقدون بالتمائم والحجبات أنها تنفع أو تضر أو تأتي بالأرزاق، يقول لك الحجاب ده حجاب رزق، طيب طالع مظاهرة ليه؟ مش الحجاب بيجيب رزق؟ بيجيب الدقيق وبيجيب البنزين وبيجيب الجاز وبيجيب السيولة، الحجاب اللي اداك له الفقي الصوفي ده طالع مظاهرة ليه؟ هذه العقائد للأسف الشديد. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وآت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، إنك أنت وليُّها ومولاها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.